السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم النهاردة على موضوع التخطيط الداخلي للمصنع. والتخطيط الداخلي للمصنع ده هو الفصل الرابع في الكتاب. ومضمون التخطيط الداخلي يشير التخطيط الداخلي إلى ترتيب الإدارات ومراكز العمل والمعدات، خصوصا مع التركيز على حركة العمل، عملاء أو مواد خلال النظام. ترجع أهمية قرار التخطيط الداخلي لثلاث أسباب: الحاجة لاستثمارات جوهرية من الأموال والمجهودات، تتطلب التزام طويل الأجل حيث أن الأخطاء إذا وقعت من الصعب التغلب عليها، له تأثير جوهري على تكلفة ومن ثم كفاءة التشغيل. وهناك ثلاث أنواع من التخطيط الداخلي تتمثل في التخطيط الداخلي للمنتج، التخطيط الداخلي للعملية، التخطيط الداخلي الثابت للوظيفة. طبعا احنا يعني الموضوع بتاعنا هنركز قوي على التخطيط الداخلي للمنتج، لأن العملية طبيعتها لا تستوجب توازن على خط الإنتاج، وأيضا التخطيط الداخلي الثابت للوظيفة. التخطيط الداخلي للمنتج اللي هو حضرات في خط انتاج او خط تجميع، ويتضح ذلك من الشكل التالي: ده شكل يوضح تدفق خط الانتاج او الخدمة بصورة تتابعية. بيبدأ بالمواد الخام او العملاء في محطة عمل واحد، ثم محطة عمل اثنين، ثم محطة عمل ثلاثة، ثم محطة عمل أربعة. على فكرة يعني أنا بقول محطة عمل أو آلة، لأن دي بتمثل جزء أو مرحلة من خط الإنتاج. يعني ممكن نقول محطة عمل آلة، مرحلة من مراحل خط الإنتاج، وبتنتهي بعد المرحلة أو محطة عمل أربعة بالمنتج التام أو المنتجات التامة، زي ما شايفين كده بصورة تتابعية. وهذه بداية الخط، ثم تدفق العمل، ثم نهاية الخط اللي بيوضحه السهم اللي فوق الشكل. وطبعا هذا الشكل تحرك المواد والعمالة من مرحلة إلى الثانية، من مرحلة إلى الثانية، وصولا إلى المنتجات التامة. ويستخدم هذا النوع التشغيل المتكرر، ويلائمه الإنتاج المتكرر والإنتاج المستمر. له مجموعة من المميزات: عليه مجموعة من المثالب أو العيوب، لو بصينا للجزء بتاعنا الأساسي بقى اللي هو الإطار العملي أو الجزء العملي لكيفية إحداث توازن على خط الإنتاج أو توازن الآلات على خط الإنتاج. يعني إيه توازن الآلات على خط الإنتاج؟ توازن الآلات على خط الإنتاج هو عملية تخصيص المهام على محطات أو مراكز العمل بالطريقة التي تجعلها تقريبا متساوية في الوقت اللازم للتشغيل. وعندي مجموعة من المصطلحات يجب التركيز عليها وأخذها في الاعتبار، لأن هي الأساس في حل التمرين أو حل المشكلة التطبيقية. أول مصطلح: زمن دور التشغيل (cycle time) هو الحد الأقصى من الوقت المسموح به لكل محطة لاستكمال المهام الموضوعة على الوحدة. وآدي شكل يوضح خط الإنتاج، تقريبا شبيه بالشكل اللي فات، ولكن أنا حاطط عليه وقت علشان أبين المراحل، وبين كمان فيه ان هناك مرحلة بتستغرق اطول وقت ممكن ما بين المراحل كلها، ومن ثم بتبقى بنسميها ابطأ مرحلة او طاقة ابطأ مرحلة، ودي اللي بتحكم في الحقيقة خط الانتاج كله، لان هذا الخط بيبقى محكوم بسرعة ابطأ مرحلة وليست اسرع مرحلة. ابطأ مرحلة اللي بتاخد وقت اطول، اسرع مرحله بتاخد وقت اقل، وبالتالي كل مراحل بتخلص بسرعه ما عدا هي.
هنشوف كده آلة أو محطة. أنا بقول لك أهو كلمة آلة أو محطة أو مرحلة، دي كلها حاجة واحدة، أو بمعنى أصح مصطلحات مرادفة لبعضها في هذا النوع من التمارين. وبيبدأ بالمادة الخام في المرحلة واحد، 1 من 10 دقيقة، ثم المرحلة 2 7 من 10 دقيقة، ثم المرحلة 3 اللي هي تاخد أبطأ مرحلة اللي بتاخد وقت أطول وتاخد دقيقة كاملة، وبالتالي يحصل هنا تكدس قدام هذه المرحلة. نتيجة المرحلة الرابعة بقى نص دقيقة، المرحلة الخامسة 2 من 10 دقيقة، وطبعا نصل من خلال هذا الخط إلى المنتج التام في نهاية المرحلة الخامسة. الحد الأدنى لزمن دور التشغيل هو الذي يمثل الوقت اللازم لأطول مهمة أو آلة، اللي هي زي ما قلت لحضراتكم طاقة أبطأ مرحلة، ما أقدرش أتجاوزه، هو ده اللي بيحكمني في العمل على هذا الخط. وفي هذا الخط هي الآلة أو المرحلة أو المحطة رقم 3، حيث تستغرق أطول وقت لازم لتشغيل الخط كله، وهي تساوي دقيقة واحدة وليس كسر دقيقة زي المراحل اللي قبليها أو اللي بعديها. الحد الأقصى لزمن دورة التشغيل هو الذي يساوي مجموع أزمنة المحطات أو المراحل المكونة لخط الإنتاج، وهنا بيساوي المجموع كله، مجموع المراحل أو الآلات والوقت اللازم لتشغيل الآلات كلها، 1 من 10، 7 من 10، ثم 1 دقيقة، ثم 5 من 10 دقيقة، ثم 2 من 10 دقيقة، يساوي 2.5 دقيقة. ده اسمه الحد الأقصى لزمن دورة التشغيل. يبقى الحد الأدنى اللي هو طاقة أبطأ مرحلة، اللي هو أطول زمن على الخط كله، حد الأقصى مجموعهم كلهم. ملحوظة مهمة جدا بقول لك، يتم تطبيق الحد الأدنى لزمن دورة التشغيل إذا تم تشغيل المحطات الخمس كلها مع بعضها. إنما برضو يتم تطبيق الحد الأقصى لزمن دورة التشغيل إذا تم تشغيل محطات بحيث تؤدي كل محطة أو مرحلة عملها على حدة بمفردها دون ارتباطها بالمراحل الأخرى. طبعا لا الأولاني ولا التاني ينفع، لأن احنا هنعمل توازن. المعادلات اللي هنستخدمها يا حضرات، المعادلة الأولانية اسمها طاقة المخرجات، اللي هي وقت التشغيل اليومي على زمن دور التشغيل للوحدة، وناخد عليها تمرين صغير، لأن التمارين الصغيرة دي تمهيد للتمرين الكبير اللي هو فيه كل الأجزاء. تمرين واحد، خط إنتاج بيعمل 8 ساعات يوميا، وزمن دورة التشغيل 2.5 دقيقة للوحدة، فما هي طاقة المخرجات لهذا الخط؟ وإذا حدث تعديل في هذا الخط حيث تبلغ أو بلغت دورة التشغيل دقيقة واحدة للوحدة، فما هي طاقة المخرجات بعد هذا التعديل؟ الحل طبعا مهم جدا، يتم توحيد الزمن اللي هو عدد دقائق التشغيل اليومي، 8 ساعات في 60 دقيقة، يعني بنشتغل في الوردية الواحدة أو في اليوم كله إذا كان بنعتبر وردية واحدة 480 دقيقة. أول مطلوب طاقة المخرجات حالة دورة التشغيل 2.5 دقيقة تساوي 480 دقيقة اللي أشرنا إليها قبل كده، على طاقة الخط كله اللي هو الحد الأقصى لزمن دورة التشغيل اللي هو 2.5، مجموعهم كلهم يساوي 192 واحدة، يعني أنا أشتغل 192 واحدة في الوردية الواحدة أو في 8 ساعات. طاقة تشغيل حالة دورة التشغيل لما تكون دقيقة، طبعا هنا انخفضت زمن دورة التشغيل بقى دقيقة، هناك كانت 2.5، يبقى 480 على 1 ب 480 واحدة، يعني معنى ذلك إذا خط الإنتاج الزمن بتاعه قل، يبقى في نفس الثمان ساعات هننتج 480 وحدة وليس 192 وحدة زي المطلوب الأول. المعادلة بعد كده زمن دورة التشغيل يساوي وقت التشغيل اليومي على معدل المخرجات المرغوبة أو المطلوبة، وناخد عليه تمرين برضو صغير يا حضرات. خط إنتاج بيشتغل 3 ورديات يوميا، كل وردية 8 ساعات، ومعدل المخرجات المرغوبة 480 وحدة في اليوم، أو بتزمن دورة التشغيل للوحدة، عدد دقائق التشغيل اليومي 8 ساعات في اليوم في الوردية في 3 ورديات في اليوم في 60 دقيقة، يعني 1440. ومن ثم
زمن دورة التشغيل 1440 على 480 يساوي 3 دقايق للوحدة. المعادلة اللي بعد كده، الحد الأدنى النظري لعدد الآلات أو المراحل أو المحطات، واتفقنا إن دي كلها مرادفات آلات أو مراحل أو محطات عمل. الحد الأدنى النظري ليها يساوي مجموع أوقات تشغيل محطات على زمن دورة تشغيل الوحدة، برضو عليها تعديل صغير تمهيدي كده. يبلغ مجموع أزمنة تشغيل 5 محطات على خط إنتاج 4 دقائق، كما تبلغ زمن دورة تشغيل لإنتاج الوحدة 2 دقيقة. احسب الحد الأدنى النظري لعدد محطات العمل المطلوبة، والحقيقة المعادلة دي مهمة جدا لأنها هنطلع منها عدد المحطات في أكثر من مرة وإحنا بنحل في الحالة الكبيرة أو الرئيسية. الحد الأدنى النظري لعدد محطات العمل يساوي 4 على 2، يعني 2 محطات عمل أو آلة أو مرحلة. تعالوا يا حضرات بقى نشوف عملية التوازن. إجراءات التوازن في الواقع العملي لها مجموعة من الإجراءات: تحديد زمن دورة التشغيل والحد الأدنى لمحطات العمل، عمل تخصيص لمحطات العمل، نعرف كل المهام المحددة في التتابع، وقت المهمة يجب ألا يتجاوز الوقت الباقي على محطات العمل. إذا لم تكن هناك مهام لها الحق يتم التحرك لمحطة العمل التالية. مجموعة من الافتراضات أو المبادئ اللي إحنا بنمشي عليها. بعد عملية تخصيص لكل مهمة، حدد الوقت المتبقي على محطة العمل الحالية. التغلب على تعدد المهام من خلال استخدام واحد من القواعد الآتية. دي مهمة جدا لأن فيها نوعين من التمارين. بنستخدم القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. يعني كان في تمرين على القاعدة الأولى وقاعدة أو تمرين على القاعدة الثانية. القاعدة الأولى تخصيص المهمة ذات أكبر عدد من المهام التابعة، وتخصيص المهمة ذات أطول وقت. طب وإذا ظل التعادل كما هو يتم اختيار أي مهمة بطريقة تحكمية. طيب الاستمرار في عملية التخصيص حتى يتم تخصيص كل المهام على. تعالوا حضرات بقى التمرين الرئيسي. وضحت لك الجدول التالي عن احد خطوط الانتاج في مصنع معين، وركز معايا في موضوع الحل. يعني انا ممكن زي التمرين اللي بعد كده اللي هو هيبقى نمرة 5، ممكن اجيب لك الخط مرسوم جاهز واعفيك من رسمه، لكن انا بعلمك دلوقتي مهارة ازاي ترسم هذا الخط في هذا التمرين. يعني التمرين ده يعني متكامل، من بدءا من رسم الخط وانتهاء بتحقيق التوازن عليه بالحسابات كلها. عندي جدول في المهمة والمهمة التالية ووقت المهمة بالدقائق. يعني ايه المهمة التالية؟ المهمة التالية دي اللي هي بتتبع المهمة الاولانية. يعني هنشوف المهمة الف اللي بتتليها او بتتبعها ب. طيب حكاية وقت المهمة بالدقائق دي، هذا العمود الثالث يخص المهمة العمود الاول اللي هو المهمة وليس المهمة التالية. ركز معايا ركز معايا. وقت المهمة بالدقائق اللي هو 2/10 يخص المهمة ألف. طب 2/10 التانية تخص المهمة ب. طب 8/10 تخص المهمة ج. يعني إذا العمود الثالث يخص العمود الأول أو المهام التي في العمود الأول، كل فيما يناظرها. ركز معايا. طيب إنما حكاية المهمة التالية دي اللي هو العمود الثاني دي يعني موجودة أو محطوطة عشان أفهمك آلية الرسم، رسم خط الانتاج. طبعا وقت المهمه بدقائق هنا 3/8 دقيقه اللي هو مجموع اوقات تشغيل المحطات على الخط، ده اللي هو سميناه الحد الاقصى لزمن دوره التشغيل. والمطلوب بعد الكلام ده ارسم خط الانتاج بصوره تتابعيه او متتابعه. بافتراض ان عدد ساعات العمل اليومي 8 ساعه، احسب زمن دوره التشغيل اللازمه للحصول على المخرجات مرغوبه قدرها 400 وحده في اليوم. تحديد الحد الادنى لمحطات العمل المطلوبه، ثم قم بتخصيص المهام على محطات العمل باستخدام القاعده. مهمه جدا دي الحته اللي قلت لكم عليها يا جماعه، اللي هو فيها عندي نوعين من التمارين، وده التمرين ده يخص القاعده الاولى اللي هي تخصيص المهام وفقا للعدد الاكبر من المهام التابعه. يعني ايه العدد الاكبر من المهام التابعه؟ يعني لو في مهمة بعدها 5 مهام ومهمة بعدها 3 مهام أو 4، لأ يبقى أبدأ باللي فيها 5 مهام في نهايتها لغاية خط الإنتاج ما ينتهي خالص، أو بعدها لغاية خط الإنتاج ما ينتهي خالص.
وفي حالة التعادل استخدم تخصيص المهمة على أساس وقت تشغيل أطول أو أولاً للتغلب على هذا التعادل. طيب، حساب كفاءة النظام بعد هذا التخصيص. الحل: رسم الخط الإنتاج لمحطات العمل بصورة تتابعية. أول مرحلة عندي يا جماعة أو أول مهمة هي ألف، ده موجود في العمود الأولاني وحطينا وقتها اللي هي 2/10. طيب المهمة التالية لألف دي جبتها من العمود الثاني ب، أنا برسم هنا ب مش من العمود الأولاني، لا ب من العمود الثاني، لأن قال لي إيه المهمة التالية للمهمة ألف هي ب، رحت رازم ب. طب خلاص نيجي بقى ارجع العمود الاولاني تاني هلاقي ب، طب ما خلاص ما انا رسمتها. طيب المهمه التاليه لب في العمود التاني هتلاقيها ايه؟ العمود التاني هتلاقيها، اروح راسم ايه؟ خلاص. طيب هلاقي بقى المهمه اللي موجوده في العمود الاولاني اللي بعد ب هلاقيها جيم. ايه ده؟ جيم لا لها علاقة بألف ولا ب ولا ه. خلاص يبقى دي لازم تكون بداية خط تاني أو بداية تفريعة للخط. ايه اللي عرفني؟ مفيش حاجة قبلها، مفيش حاجة قبلها من اللي اتكلمنا عليها، لا ألف ولا ب ولا ه. خلاص يبقى لازم تكون هي أول تفريعة أو تفريعة أخرى لخط الإنتاج، واروح كاتبها او راسمها زي ما قدامكم كده حضرات جيم، واحط الوقت بتاعها. الوقت بتاعها اذكركم ان هو في العمود الثالث، يعني الوقت في العمود الثالث ده يخص العمود الاولاني. طيب المهمه اللي بعد جيم قال لي ايه؟ دال، اروح حاطط دال واحط وقتها. طب المهمه اللي بعد دال ايه؟ قال لي واو، واروح حاطط وقتها. المهمة اللي بعد واو ايه؟ قال لي زين، واروح حاطط زين وحاطط وقتها. المهمة اللي بعد زين ايه؟ ح، اروح حاطط وقتها. في هنا نقطة بقى مهمة جدا، ان انا بعد ما ارسم الكلام ده اوصل خطوط، اوصل الدوائر بعضها ومراحل المختلفة باسهم بهذا الشكل، وضروري جدا ان انت لازم تكون عارف ان الاسهم دي بتبدا من مكان وبتنتهي في مكان، يعني مفيش اسهم عكسيه، مفيش اسهم عكسيه، كل خط الانتاج بيمشي او بيسير سيريال او بالتوالي من نقطه معينه ومنتهي في نقطه معينه. ممكن يبدا بنقطتين اللي هي قدامنا على خط الانتاج، هي الف وجيم، وينتهي بح. واحد يقول لي يعني ايه يبدا من الف وجيم؟ اقول لك لو ده خط انتاج سياره، الثلاث خطوات الاولى اللي فوق دول اللي هو ا ب و ه، دول هنفترض ان هم تجميع الموتور. طيب خلاص جمعنا الموتور، يبقى ج ود و ه وواو وز، ج ود وواو وزين وح، هي عباره عن البودي ودهان البودي وتجميع الازاز والفرش ووضع الموتور في السياره وتركيب العجل والى اخره. يعني هذه المراحل مش ضروري انها تكون مستنيه الموتور، الموتور خلاص اتعمل فوق، اروح مثبته ومنزله زي ما هنشوف دلوقتي اهو من ه لواو، خلاص الموتور اتعمل، خلاص يبقى نشتغل بقى، نحط الموتور ونبدا نقفل العربيه بدءا من واو وحتى وانتهاء بزين، وطبعا اوصل ج ود لواو ثم واو بزين ثم زين بحاء. يعني رسم الخط في غايه السهوله، ما فيهوش اي تعقيد خالص، مجرد ان انا اعرف العمود الاولاني اللي هو المهمه والمهمه التاليه، مجرد انا عرفت المهمه التاليه خلاص الخط اترسم. يعني نقطه الانطلاق بتاعتي هي المهمه ثم بعد كده المهمه التاليه، امشي سطر سطر، لان بعد كده ممكن الاقي ان المهمه التاليه مرسومه قبل كده، فقط اوصل بينها وبين اللي قبلها واللي بعدها. ك
كده حققت المطلوب، هو رسم خط الانتاج بصوره تتابعيه. اجي اشتغل بقى على المعادلات اللي هي هتعمل التوازن. المعادله الاولانيه زمن دوره التشغيل هو وقت التشغيل اليومي على معدل المخرجات المرغوبه 480 على 400 يساوي 1.2 دقيقه للدوره، يعني هنا سرعه خط الانتاج 1.2 دقيقه. الحد الادنى النظري من محطات العمل المطلوبه وفقا ل 1.2 دقيقه دي يا حضرات يساوي مجموع اوقات تشغيل المحطات على زمن دوره تشغيل الوحده اللي هو 3.8 على 1.2 يساوي 3.17 محطه عمل او اله او مرحله. بص يا جماعه، مفيش حاجه اسمها 3 وشويه، يعني ايه 3 الات ونص، 3 الات وربع؟ لا ما ينفعش، يبقى لازم اقرب اي كسر الى اقرب رقم صحيح لاعلى. يعني هو لو 3.17 محطه يبقى 4 محطات بكل بساطه. وخلي بالك بقى الحته دي بالذات هي اللي هيعتمد عليها كفاءه خط الانتاج. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي خط انتاج سرعته او الحد الادنى النظري من محطات العمل بتاعته 3.5 وخط الانتاج 3.90 من 100 او 9 من 10، هلاقي بمباشره ان الخط الثاني اللي هو 3.9 كفاءته اكتر من الخط الاولاني اللي هو 3.5 او 3.40 او 4 من 10. ليه يا جماعه؟ علشان الفائض المكمل للرقم الصحيح هو ده اللي هيبقى عطل للآلة أو عطل للخط، ومن ثم يخفض كفاءة الخط زي ما هنشوف في التمرينين اللي معانا. ملحوظة، يقرب عدد المحطات أو الآلات أو المراحل إلى أقرب رقم صحيح لأعلى من 10. يبقى كفاءة خط الإنتاج هنا يا حضرات ظهرت عندي كام بقى؟ شوف كده، تسعة وسبعين وسبعتاشر من 100%. كفاءة النظام هنا وكفاءة خط الإنتاج 79%. ركز معايا، إحنا كنا محتاجين 3.17 آلة، لكن أضفنا 4 آلات، يعني كأن أنا عندي هنا 83% من الآلة الرابعة عطلانة، عشان كده يا حضرات زودت، أو آسف، خط الانتاج هنا كفاءته منخفضه 79، ده برضه منخفضه. وده هنقارنه بالتمرين اللي جاي، هلاقي كفاءه خط الانتاج فيه عاليه، لان انا ما احتاجناش ان احنا نضيف رقم كبير يكمل رقم الكسر للاله. وقت التشغيل اليومي اللي هو على معدل المخرجات المرغوبه 440 على 275 يساوي 1.6. الحد الادنى النظري لمحطات العمل المطلوبه يساوي مجموع اوقات تشغيل محطات على زمن دوره تشغيل الوحده، يعني 4.2 على 1.6 يساوي 2.63 محطه، يعني 3 محطات. خلي بالك هنا بقى هتلاقي كفاءة النظام في هذا التمرين أعلى من كفاءة النظام في التمرين اللي فات، لأن دوكهن عفوا كنا محتاجين 3.17 محطة. خلي بالك 17%، يعني مش مكملين 5 محطة، رحنا أضفنا محطة كاملة. إنما هنا عايزين
2.63 محطة، يعني أكتر من 2.5. فبالتالي هنضيف المكمل بتاعها، يعني 3 محطات. فهمني؟ فهمني يا أستاذ، فهمني، ركز معايا في الحتة دي. 2.63% لو قارنتها ب 3.17% هناك، هلاقي إن المتعطل هنا كام؟ من 63% يبقى 37، 37% عطل، إنما هناك كانت كام؟ 83% عطل من الآلة اللي هتضاف، إنما هنا هيبقى كام؟ 37 بس، إنما هناك 83% من الآلة اللي أضفناها، إنما هنا تاني 37% للآلة اللي إحنا هنضيفها عطل. عشان كده كفاءة التشغيل هنا أو كفاءة النظام هتبقى أعلى من هناك بالتمرين اللي فات. تخصيص المهام وفقا لقاعدة الوزن الوظيفي، ويعني وقت المهمة مضافا إليه هي مجموع كل الأوقات التالية على شكل خط الإنتاج. أدي خط الإنتاج يا جماعة، أبدأ رسمه من الخلف، من ورا. أبدأ رسمه من ورا. طه اللون الأخضر قدامنا أهي محتاجة 3 دقايق 3 من 10 دقيقة. يبقى مش مفيش أي مراحل تالية لها، يبقى 3 من 10 دقيقة. فوق اهي باللون الاصفر، انما اللي بعد ط او المفروض تكون قبل ط ح، وعايزه 5 من 10 دقيقه. 5 من 10 دقيقه زائد 3 من 10 دقيقه في ط اللي هي فوق الاصفر، يعني الاخضر بتاع ح زائد الاصفر بتاع ط يساوي 8 من 10 اللي هي الاصفر بتاع ح. يعني كان 3 من 10 الاصفر بتاع ط زائد 5 من 10 الأخضر بتاعها يساوي 8 من 10 الأصفر بتاعها. وزيها بقى أمشي على كل المراحل من نهاية الخط لبدايته. واو واو عايزة 6 من 10، والأصفر بتاع الحاء اللي هي المفروض تكون بعدها 8 من 10. طب يبقى 6 من 10 وتمانية من عشرة يساوي 1.4 من 10. كأن الأخضر بتاع واو اللي هو الوقت لازم لها، والأصفر اللي هو التراكمي، نسيت أقول لك، الأصفر اللي هو التراكمي بتاع ح هو 8 من 10، يبقى التوتال 1.4 من 10. زين. زين وقت تشغيلها 1 من 10 دقيقة، والتراكمي بتاع ح اللي قبلها 8 من 10 دقيقة، اللي هو الأصفر الأخضر بتاعها 1 من 10، والأصفر بتاعها اللي قبلها اللي هو ح 8 من 10 يساوي 9 من 10. د وقتها 1.2 من 10، واللي قبليها التراكمي بتاعها 1.4 من 10 اللي هو الاصفر بتاع واو، الاصفر بتاع واو ركز معايا، يبقى 1.4 من 10 زائد وقتها الفعلي الاخضر 1.2 من 10 يساوي 2.6 من 10. ايه عفوا، ايه وقتها 2 من 10 والاصفر بتاع اللي قبلها زين اللي هو التراكمي بتاعها 9 من 10، يبقى 2 من 10 زائد 9 من 10 يساوي 1.1 من 10. ب ب عايزه 6 من 10 والتراكمي اللي قبلها 2.6 من 10 اللي هو الاصفر بتاع د، الاصفر بتاع د التراكمي يبقى 3.2 من 10. جيم عايزه وقت 4 من 10 واللي قبلها الاصفر بتاعها بتاع التراكمي بتاعها 1.1 من 10 يبقى 1.5، 1.5 من 10. ايه بقى اللي انا عملته ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في طريقة التخصيص. انا هنا يا حضرات اخر مرحلة اللي هي تعتبر اول مرحلة في الشغل بتاعنا. والف، الف وقتها 3 من 10، الفعل بتاعها اللي هو الاخضر، والتراكمي بتاع اللي قبلها جيم 1.5، 1.5 و3 من 10 بتاع الف، يبقى التراكمي بتاعها كلها 1.8 من 10.
ركز معايا بقى، بقول لك انا ليه عملت التجميعات دي كلها علشان اوصل للقاعدة بتاع الوزن الوظيفي. الوزن الوظيفي اللي هو الوقت الاطول، الوقت التراكمي الاطول. الوقت التراكمي الاطول انا هلاقي الف الوقت التراكمي بتاعها 1.8، وب الوقت التراكمي بتاعها 3.2، يبقى انا لازم ابدا في التخصيص يا حضرات بب مش الف. صحيح ان هم اقول ب والف الاولويه له، بس في التخصيص هبدا بب لعمل بقاعده الوزن الوظيفي اللي هو الوقت الاكبر للمهام التابعه. وخلي بالك به دي الوقت الاكبر المهام التابعه، هي مش تبعها ده الواو بس، لا ده تبعها ده الواو وح وط اللي بتنتهي في خط الانتاج اهو. ادي الاسهم اهي، الاسهم اهي. يبقى انا كاني عملت الشكل ده وجمعت الحاجات دي كلها لتحديد نقطة الانطلاق في التخصيص في الجدول اللي عملناه قبل كده. يعني الجدول اللي انا اعمله قبل كده، اللي انا عملته قبل كده ده هيتكرر تاني، ولكن نقطة الانطلاق فيه واساس التوزيع فيه هو الوزن التراكمي او الوزن الوظيفي الأكبر. طيب لو في مهمتين الوزن الوظيفي بتاعهم تساوى، يبقى أرجع للقاعدة الأولانية اللي حكمتني في التمرين الأولاني اللي هي العدد الأكبر من المهام التابعة حتى نهاية الخط تكون لها أولوية في التخصيص. تعالوا نشوف التخصيص بتاعه كده. جدول هو هو، عشان كده أنا هتلاقيني حاطط لك الأعمدة على طول بتتملي، لأن أنا رسمته لك قبل كده وفهمتك الخطوات إزاي. هنا بس فقط موضوع التوزيع. محطة عمل، خلي بالك إحنا عايزين 3 محطات عمل هنا، إحنا حسبناها كده في التمهيد. الوقت بتاعها 1.6، الأولوية أ و ب، ولكن وبرضه المناسب أ و ب لأن وقتهم يسمح، وقتهم لو جمعته ألاقيه أقل من 1.6. انما هبدا ب لانها ايه صاحبه الوزن الوظيفي الاكبر اللي هي 3.2، اكبر من اللي في الف اللي هو اللي باللون الاصفر. ثم مراجعه الوقت المتبقي، 1.6 ناقص 6 يساوي 1 دقيقه، يبقى مفيش لسه عطل. ال1 دقيقه دي انزلها في بعد كده في العمود الثاني اللي ما تخصصتش من هناك لسه ألف، ثم بعد ب هيبقى دال، لكن ما أقدرش أخصص إلا ألف لأن الوقت المناسب ليها هو اللي فاضل. ونقطة تانية، إن أنا هلاقي ألف صاحبة الوزن الوظيفي الأكبر اللي هي إيه؟ وقتها أكبر من الوقت التراكمي بتاعها، أكبر من دال. طب ولو تساوى؟ لو تساوى يبقى ناخد نشوف المهام اللي بعد ألف والمهام اللي بعد دال، وألاقي لو المهام اللي بعد ألف 5 مراحل، آسف، 5 مهام، واللي بعد دال 3 مهام، يبقى آخد ألف، يبقى فاضل 7، أنزلها هنا الوقت المتبقي. انا ناقص عندي دال من هناك، يبقى ج ودال، او خليني اقول دال وج، دال وج مش ج ودال، يمكن انا كاتبها ج ودال لكن اخليها دال وج، اللي لها اولويه ج وفق القاعده بتاعتنا الوظيفيه بتاعتنا اللي هو وزن وظيفي، وقتها 4، يبقى 7 ناقص 4 ناقص 3، وانزل ال 3، وعايزه وهنا اللي لها اولويه دال وه. طبعا دي كان زي ما قلت لك دال وجيم، هنا دال وه، وللاسف دال ما تنفعش لان عايز وقت كبير، اخصص ه وه 2، يبقى فاضل 1،
انزل 1 من 10 اللي عليها الدور ده الوزير. خلي بالك انا هنا لغايه دلوقتي ما خصصتش دال، ما قربتش منها لانها عايزه وقت كبير، وبالتالي دال وزين. زين لان هي اللي ورا ه، وبرضه ما اقدرش اخصص الا زين لان محتاجه 1 من 10 دقيقه، وانا عندي 1 من 10 دقيقه، يبقى وقت العطل صفر. اتنقل للمرحله الثانيه لان لسه ما خصصتش. يعني بعض الطلبه يسالوني طب احنا نلجا لمحطات عمل 2 و3 و4 ليه؟ لان لسه ما خصصتش كل المهام اللي على خط الانتاج، ما خلصتهاش كلها، لازم اوصل لنهايه الخط الانتاجي كله. وبالتالي هنا احط 1.6 جديده، واللي عليها الدور بقى ما اقدرش اقول بقى بعد حاجه بعد زين، لان ده بتخلص الاول والمناسب هو ده بس، وده اللي عايزه 1.2 وانا عندي 1.6، يبقى فاضل 4 من 10. ارحلها ليه؟ الخطوة اللي بعدها في الوقت المتبقي 4 من 10، واو ده عايزة وقت أكتر من 4 من 10، يبقى ما ينفعش، يبقى الفائض هنا 4 من 10، وأبدأ محطة عمل جديدة 1.6، واو أخصص واو، واو عايزة 6 من 10. طب واحد يقول لي طب ليه ما خصصتش اللي بعد واو؟ اقول له يا ابني دي تتابعيه، تتابعيه يعني لازم اخلص مرحله مرحله الاول. ينفع اركب العجل وامشي العربيه من غير ما اركب، ما اكون ركبت الموتور؟ صحصح معايا يا واد، يا بنت يا جميله ركزي معايا يا بنت يا جميله. انا شايفك يا معين ملونه هناك اهو، شايفك قدامي على البنش الاولاني. طيب واو 6 من 10، 1.6 ناقص 6 من 10 يساوي 1 صحيح. يعني فاضل دقيقة لسه. وأنزلها واللي بعد واو ح، وح عايزة نص دقيقة، 1 ناقص نص دقيقة يبقى نص دقيقة. وأنزل النص دقيقة وآخر مرحلة ط، وط عايزة 3 من 10 يبقى نص أو 5 من 10 دقيقة ناقص 3 من 10 دقيقة يساوي 2 من 10 دقيقة. يبقى هنا يا حضرات الوقت، وقت العطل عبارة عن كام؟ المفروض يكون 4 من 10 دقيقة زي 2 من 10 دقيقة يساوي 6 من 10 دقيقة. وكده خصصنا بطريقة الوزن. اللي باقي زي ما عملناه هناك، احط ارسم الشكل تاني ولكن احطه بقى في محطات عمل. في محطات عمل هلاقي محطة عمل واحد هيتخصص عليها الف وجيم وه وزين وب اهي. محطة عمل اتنين عليها دال بس، محطة عمل ثلاثة عليها ح وط وواو بس، خلاص نفس الشكل هناك بتاع التمرين اللي فات. طب أنا جبت التوزيع ده منين؟ أو رسمت المحطات دي منين؟ الأساس فيها إيه؟ من الجدول اللي فات، من الجدول اللي فات. محطة عمل اتنين ما خدتش إلا دال، محطة عمل ثلاثة خدت ح وط وواو، محطة عمل واحد خدت اللي قدامنا ألف وجيم وه وزين وح ب. كفاءة الإنتاج أو كفاءة خط الإنتاج أو كفاءة النظام 100% ناقص وقت العطل على عدد المحطات في وقت تشغيل المحطة هيساوي 87.5%. عرفت بقى هنا كفاءة النظام 87.5% ليه؟ لأن أنا كنت محتاج او عدد المحطات الافتراضيه طلع 2.67%، وانا ضفت واحده بقى الثلاثه. يعني هنا العطل انا مش هستغل الا مش هستغل 37% من الاله الثالثه، انما في التمرين اللي فات انا ما استغلتش 83% من الاله الرابعه،
لانه كان محتاج الحد الادنى النظري لمحطات العمل كان محتاج 3.17% آلة أو مرحلة أو محطة عمل، أنا خليتها 4، يبقى استغليت 17% من ال 100% من الآلة الرابعة وما استغلتش 83%، عشان كده كفاءة النظام هنا أعلى، هناك كانت 79 هنا 87. شكرا يا حضرات، بكده خلصنا التخصيص، وطبعا أنا حاطط لكم عنوان الموقع الإلكتروني بتاعي على الشرايح، من خلال هذا الموقع ممكن توصل لي على الفيسبوك، ابعت لي أي رسائل على الفيسبوك وخليها الرسائل اللي هي على الخاص، بلاش بوستات يعني، لأن أنا رابط الفيسبوك بالموقع الإلكتروني بتاعي اللي هي اللي فيه صورة بشنب وصورة من غير شنب، وهتلاقي تحت خالص اتصل بنا، يا إما تبعت لي على الإيميل اللي هو الجيميل، يا إما تبعت لي على الفيسبوك، بس أنا أفضل الفيسبوك لأن الإيميل أو الجيميل أو الإيميلات عموما بنخليها لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وأنا هكون متواصل معاكم جدا على الفيسبوك حتى تتعرفوا عليا وعلى صداقات اللي معايا. شكرا يا حضرات على